حلقة النهاردة هي حلقة زي ما بيقولوا كده ايه، بناء على طلب الجماهير. حلقة انا كنت عارف انها هتحصل. انا بعمل حاجات متخلفة طول الوقت، اكيد ما ينفعش ابقى معروفة، فده هيحد من راحتك. اكيد اكيد محدش هيستوعب ايه انت تعبيتي يا بنتي، انت بتعملي كده ليه؟ فاهم قصدي؟ لحد ما ادركت انه الحمد لله الناس مش متضايقه، ده الناس بتحس الله ايه ده احنا لذيذ قوي. بيحسوا انه حد شبههم. هو في وسط الفطاحل دول كلهم اكيد هيبقى كومنت البديهي، مين دي؟ ايه اللي جابك في وسطهم يا شاطره؟ طبعا قعدت اول اسبوع من المسلسل البت اللي بيحبها محمد ممدوح اصلا ايه اللي بيكسر قلبك؟ انا اكتشفت ان الزعل من الصحاب اكبر من الزعل من الحبايب. بيجامس مريم من فوق. مع الوقت هزقه بره كده الكلب يا جماعه. انا ماشي، شكرا، ميرسي.